عاوزاك يا صديق. صباحنا صباح الملك لله. ليه يا اخويا، هو انت شفت عفريت؟ عايز ايه على الصبح؟ مش هينفع كده، لازم نقعد. انا مش فاضي يا اخويا. معلش فضلي نفسك شويه، هي دقيقه. بقول لك ايه، هو انت مش قلت لي ان انا عاوزاه اخده؟ نعم خير. عاوز الشقه تحت امها حبيبتك. لا ما تفهمنيش غلط، اصل الشقه اللي انا قاعده فيها كلها رطوبه وده خطر على الواد. ولا انت عايز الواد ينزل؟ قول لي بقى ان انت مش فارق معاك. عايز شقه فين؟ مش هتفرق يا اخويا اي شقه بدل اللي انا فيها. ماشي، ممكن تقعدي في شقتنا، شقه نبويه. انا اصلا سايبها وبشقر عليها كل مده. طب حلو والله، عشان الواد كده يتولد في شقه ابوه. وانا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان الواد ابن الغالي ابو المكارم؟ بقولك ايه يا صديق، والنبي طمني، انت حاسه حته منك؟ اه طبعا. طب بقولك ايه، هتحبه؟ برايا روح في ايه على الصبح؟ لا مش هسيبك غير لما اسمعها منك. انا خايفه يا اخويا، خايفه اولد واموت وانا بولده. طمني بس، هتحبه؟ اه طبعا احبه، ده ابن ابو المكارم. ربنا يطمن قلبك، ربنا يطمن قلبك. خدتك بعافية يا اخويا. سمر صباح الخير. كانت عايزه ايه بقى ان شاء الله؟ هي مين؟ روح. هو ده السبب؟ ليه؟ هو انت مش واخد بالك من طريقتها؟ هي روح كده اصلا. مفيش حاجه اسمها هي روح كده اصلا، في حاجه اسمها انا سامح لروح تعمل كده. طيب خلاص حقك عليا، انا اسف، انا غلطان. يعني انت اعترف؟ والله يا سمر انا ما خدت بالي من كل اللي انت عماله تقوليه ده. بقول لك يا صديق، انا ما بحبش الطريقه الملزقه دي. معاكي حق، هي فعلا ملزقه شويه. صديق كل اللي بينك وبينها هو ابو المكارم وبس، مش بقى في الرايحه والجايه تقعد تتلزق فيك. معاكي حق، هي فعلا حاجه صعبه، وانا من بكره ان شاء الله، من بكره ايه، من النهارده هعمل حسابي على اللي انت بتقوليه ده. انت عايزه ايه بقى؟ كانت عايزه شقه، وانا قلت لها تقعد في شقه امي نبويه. وانت بقى وافقت بالسرعه دي؟ انا ما اقدرش اقول لها لا، دي مهما كان كانت مرات اخويا ابو المكارم، واللي جاي ده هيبقى ابنه. لا عندك حق، واخدها حجه صح؟ سمر انا اسفه يا صديق، بس انت بجد شايف طريقتها مستفزه. تعرفي ان انا فكرت اخد الواد اول ما تولده؟ ده اكيد طبعا، يعني اكيد روح مش هتربي ابن اخوك ده. امانه في رقبتك انا عارف. هتحبيه؟ اكيد يعني، ده طفل هو ذنبه ايه؟ لا انا مش قصدي على الطفل، انا حبيت الكبير. انا هروح. ماشي.